العربية عشان تحرق البنزين محتاجة انها تسحب هواء اللي جواه الاكسجين اللي بيحرق البنزين، ولازم تسحبه بنسبة معينة بيتم التحكم فيها عن طريق حساس الاكسجين. فلو العربية بتاعتك حساس الاكسجين بتاعها بايظ، يا اما العربية هتسحب بنزين زيادة عن الاكسجين وبالتالي هتلاقي الشكمان بتاعها بيطلع هباب اسود، يا اما العربية هتسحب اكسجين زيادة عن البنزين وبالتالي هتسمع ان العربية بتجعر، وفي الحالتين هتكتشف ان العربية فقدت سحب وما بقتش قادرة انها تمشي لانها ما عادتش حاسة بنسبة الاكسجين. الحساس ده اللي اكتشفه جريج سيمانزا وويليام كيلين وبيتر ريكليف، وهو ده الاكتشاف اللي اخدوا عليه جائزة نوبل سنة 2019 او السنة دي، بس مش في العربية، ده في جسم الانسان. عايز تعرف عملوا ايه؟ هقولك بس بعد الفاصل. السلام عليكم. الاكسجين طبعا عنصر مهم جسمك ما يقدرش يستغنى عنه، ولازم يوصل كل خلية من خلاياك، وإلا في خلال دقائق معدودة الخلية اللي مش هيوصلها اكسجين هتموت. وطبعا اهميته جاية من انه بيحرق الاكل وبيطلع منه الطاقة اللي الجسم بيقدر ان هو يشتغل بيها، بس للأسف ده مش موضوع حلقتنا النهاردة. المهم عندي دلوقتي هو ازاي بقدر ان اتحكم في نسبته بحيث ان الاكسجين ده ما يزيدش فيحرق الخلايا بتاعت الجسم زي ما بيحرق الاكل، او انه يقل فالخلايا تموت من نقص الاكسجين ومن نقص الطاقه. اول نموذج عندي مقترح للتحكم في نسبه الاكسجين كان عن طريق العالم كيرنل هيمان، وده كان نموذج ميكانيكي كهربي. كيرنل قال يا جماعه بيتم التحكم في نسبه الاكسجين عن طريق جسم صغير موجود في الرقبه، موجود تحديدا بين فرعين الشريان السباتي اللي طالع من القلب وماشي في الرقبه عشان يغذي المخ. الجسم ده الشرايين اللي بتغذيه لو نسبه الاكسجين فيها قلت بيبدا ان هو يبعت اشارات للرئتين والقلب عشان يزودوا الريتم بتاعهم، وبالتالي معدل التنفس بيزيد ومعدل ضربات القلب بتزيد وبتزود معدل سريان الدم في الجسم ويوصل كميات من الاكسجين اكبر للخلايا. وبرغم ان الاقتراح ده كان اقتراح ميكانيكي، ما قدرش يفسر لي ازاي كل خلية بتقدر تحس بنسبة الاكسجين، وكمان كان اقتراح باب خلفي كان عشان يحل لي نسبة الاكسجين قليلة كان بيعمل لي مشاكل تانية زي زيادة معدلات ضربات القلب وزيادة معدلات التنفس وارتفاع ضغط الدم، الا ان كيرنل هيمان اخذ عليه جائزة نوبل سنة 1938. لكن في الحقيقة اولى التفسيرات الطبيعية والخلوية اللي بتتم على مستوى الخلية كانت موجودة من زمان في بداية القرن العشرين، ان نسبة الاكسجين بيتم التحكم فيها عن طريق هرمون اسمه الاريثروبيوتين، والهرمون ده اللي بتفرزه الكلى. لما الاكسجين نسبته بتقل الكلية بتفرز الهرمون ده بيروح لنخاع العظام يقول له لو سمحت خلق لي كرات دم حمراء اكتر، كرات الدم الحمراء الاكتر جواها هيموجلوبين اكتر، وبالتالي بيروح للرئتين يشيل نسبة اكبر من الاكسجين ويوصلها لكل خلية من خلايا الجسم. وفي الحالة دي بقى لا بيحصل لي مشاكل زي زيادة ضربات القلب ولا زيادة معدلات التنفس ولا زيادة في ضغط الدم. ورغم ان الدنيا كانت واضحة من زمان، لكن ما كانش معروف ازاي الهرمون ده نفسه بيحس بنقص الاكسجين، لحد ما جه اول عالم من التلات علماء اللي اخدوا نوبل السنة دي وهو جريج سيمانزا، وقرر يدرس الجين المسؤول عن تصنيع هرمون الاريثروبيوتين. لازم تعرف ان كل جين بيبقى قدامه حتة بيسموها البروموتور، الحتة دي هي اللي بتتحكم فيه، هي اللي بتشغله وهي اللي بتوقفه، لان كل الجينات موجودة في كل الخلايا بتاعت الجسم وما ينفعش كل الجينات دي تشتغل مع بعضها، وإلا كان هيحصل مشاكل. كان ممكن مثلا تلاقي خلايا الكبد بتطلع كرات دم حمراء وخلايا الجلد بتطلع حيوانات منوية، فلازم كل خلية تفعل الجينات اللي بتخليها تقوم بوظائفها مش بوظائف الخلايا التانية. عشان كده سيمانزا قرر ان هو يدرس المنطقة دي يشوف ايه اللي بيشبك عليها وبالتالي بينشطها او بيوقفها. وقد كان سيمانزا اكتشف بروتين اسمه الـ HIF او الهايبوكسيا انديوسابل فاكتور، او العامل الذي يحفزه نقص الاكسجين، وده عبارة عن بروتين اكتشف ان هو بيزيد بشكل كبير جدا لما الاكسجين نسبته بتقل. الـ HIF بعد كده بيجي يشبك في البروموتور بتاع جين الاريثروبيوتين ويخليه يزود انتاج كرات الدم الحمراء ويزود معاها نسبة الاكسجين. طب دلوقتي نسبة الاكسجين زادت وبقت في السماء، اسيبه بقى يزيد ويحرق الخلايا؟ لا طبعا، لازم ان انا اوقف انتاج كرات الدم الحمراء ولازم اوقف الاريثروبيوتين وبالتالي لازم اوقف الـ HIF. معروف ان جوه كل خلية مفرمة اسمها البروتيوسوم، والمفرمة دي بتفرم كل الحاجات الزايدة عن حاجة الخلية، بس بشرط
ان الخلية تقول لها ان الحاجة دي زيادة، ما بتفرمش عشوائي، والخلية بتعرف المفرمة ان الحاجات دي زيادة عن طريق بروتين اسمه اليوبيكوتين. البروتين ده بيروح يشبك في الحاجات الزيادة دي ويعلمها ويعرف المفرمة ان الحاجة زايدة ولو سمحت تعالي فرميها. طيب رجعنا لنفس السؤال، اليوبيكوتين بيشبك ازاي في الـ HIF؟ مين اللي بيقول له يروح يشبك في الـ HIF؟ والكلام ده عرفه بالصدفة العالم ويليام كيلين لما كان شغال على نوع من انواع السرطانات، واكتشف ان السرطان ده بيحصل لما في جين معين اسمه الـ VHL بيتضرب او بيحصل فيه طفرة. اثناء ما كان شغال لاحظ ان الخلايا السرطانية اللي جواها الـ VHL ده مضروب او بايظ، لاحظ ان الجينات اللي بتتحكم في مستوى الاكسجين بيحصل فيها نشاط غير طبيعي، وبالتالي توقع ان في علاقة مباشرة ما بين الـ VHL وما بين الجينات اللي بتتحكم في نسبة الاكسجين. في مكان ما في العالم مجموعة تانية من الباحثين كانوا شغالين على اليوبيكوتين نفسه، واكتشفوا ان هو عشان يعمل تاج او عشان يعلم الحاجات الزيادة لازم يكون مرتبط بالـ VHL. مين سمع الكلام ده بقى؟ بيتر راكليف العالم الثالث. قال لك يبقى اللي بيحصل كالآتي، الاكسجين نسبته بتزيد فالـ HIF نسبته بتزيد، فالـ VHL يروح يشبك في الـ HIF، فاليوبيكوتين يشوف ان الـ VHL شابك فيروح يشبك فيه هو كمان، فالمفرمة تبص تلاقي ان اليوبيكوتين شابك فتروح تفرم الـ HIF، وبالتالي بتدمره قبل ما يروح يشبك في البروموتور بتاع الإريثروبيوتين ويخليه يطلع كرات دم حمراء زيادة، وبالطريقة دي بيمنع ان نسبة الاكسجين تزيد وتحرق الخلايا. وبرغم ان الميكانيزم بقى واضح وده المفروض نسقف لهم ونقول لهم هين وندلهم نوبل، الا ان دور الاكسجين نفسه مش باين. الاكسجين نفسه بيعمل ايه؟ مجموعة تانية من الباحثين قالوا طيب احنا كل اللي هنعمله هناخد الـ HIF ونبص عليه في الوقت اللي بيكون فيه نسبة الاكسجين مظبوطة، ونقارنه بالـ HIF في الوقت اللي نسبة الاكسجين فيه بتكون قليلة، ومن الفروقات دي هنعرف ايه اللي بيحصل. وبالفعل طلعوه وبصوا عليه لقوا انه في الوقت اللي نسبة الاكسجين فيه بتكون مظبوطة ان بيبقى فيه مجموعتين هيدروكسيل شابكين في الـ HIF، والمجموعتين دول ما بيبقوش موجودين في الوقت اللي نسبة الاكسجين فيه بتكون قليلة. مين اخذ المعلومة واستغلها؟ ويليام راكليف. درس العملية دي واكتشف ان فعلا لما الاكسجين بيكتر بيروح يركب مجموعتين هيدروكسيل للـ HIF عن طريق انزيم اسمه برولايل هيدروكسيليز، وبالتالي يبقى اللي بيحصل كالاتي: في حالة ان الاكسجين قليل الـ HIF بيروح يشبك في البروموتور بتاع الإريثروبيوتين بيخليه يطلع الهرمون، يروح لنخاع العظام ينتج كرات دم حمراء بشكل كبير جواها هيموجلوبين اكتر، ياخد الاكسجين من الرئتين ويوديه لكل خلية من خلايا الجسم عشان يلحقها. لكن في حالة ان الاكسجين بدأ يكتر ويوصل للمستوى الطبيعي بتاعه، فانا مش عايز ان الاكسجين ده يحرق الخلايا اللي موجودة عندي. الاكسجين الزيادة بيروح يركب مجموعتين هيدروكسيل للـ HIF، يقوم الـ VHL شايف مجموعات الهيدروكسيل دول يقوم رايح شابك فيهم، يقوم اليوبيكوتين شايف ان الـ VHL شبك فيروح يشبك فيه، فالمفرمة تشوف ان اليوبيكوتين شبك فتروح تفرم الـ HIF. وفي الحالة دي البروموتور بتاع الإريثروبيوتين ما بيلاقيش الـ HIF عشان ينشطه، فبيفضل في صورة غير نشطة وما بيطلعش الهرمون، وبالتالي بيوقف انتاج كرات الدم الحمراء، وبناء عليه الاكسجين بيفضل عند مستوى ثابت وما بيزيدش. طب ايه بقى الفايدة من الكلام ده كله؟ ازاي انا اقدر استفيد بالكلام ده؟ مبدئيا عشان اقدر اتحكم في حاجة لازم اعرف ازاي الحاجة دي بتحصل بالتفصيل. السرطانات لحد دلوقتي مش قادرين ان هم يلاقوا لها علاجات لانهم مش عارفين ازاي السرطان بيحصل بشكل دقيق. معرفة الميكانيزم بشكل دقيق هتخليني اقدر اطور ادوية تساعدني لو حصلت لي مشكلة متعلقة بالاكسجين. ولازم تعرف ان الاكسجين مش متعلق بس بانتاج الطاقة، ده انتاج الطاقة وانتاج الاوعية الدموية وتنشيط الجهاز المناعي وحماية الجسم من السرطانات، ده ادوار متعددة. ونقص نسبة الاكسجين مرتبط بامراض كتيرة جدا وامراض خطيرة. نقص الاكسجين في الخلية بيفهمها ان في نقص في الطاقة، وبالتالي في حاجات مهمة بتنتجها الخلية هتضطر انها توقفها عشان توفر طاقة. كرات الدم البيضاء مش هتتضاعف برضو عشان توفر طاقة، وبالتالي الجهاز المناعي قدرته هتقل. في حالة نقص الاكسجين الخلية نفسها بتلجأ انها تستغنى عن التنفس الهوائي وتلجأ للتنفس اللاهوائي، وده مقدار الطاقة اللي بينتجها قليلة بجانب ان هو بيكون لي مركبات حامضية بتضر الانسجة زي اللاكتيت. انتاج اللاكتيت الحامضي وضعف الجهاز المناعي وقلة الطاقة، كل دي عوامل بتسرع من حدوث السرطان. عشان كده لو انا عارف كل خطوة من خطوات التحكم في نسبة الاكسجين
هقدر اتوقع بالظبط المشكله في اي خطوه واقدر اعمل لها العلاج المناسب. ودي كانت قصه نوبل في الطب لسنه 2019، وان شاء الله نتقابل في محطه نوبل في الفيزياء ونوبل في الكيمياء. وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناه، تفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل. سلام.